Dopo non ho più il vaso, mi copia. Tranquillo? Ah, 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 no, no, mi dicate con me che potete fare. Sa, non è il vaso. Qua c'è. A toutes et à tous, nous continuons notre conférence de presse. Donc c'est la troisième conférence de presse d'avant-match ici. Donc le match numéro 4 opposant le Maroc à l'Afrique du Sud. Et nous sommes avec le sélectionneur de l'équipe nationale du Maroc des moins de 17 ans, M. Saïd Chaïba. Et le joueur, il s'appelle Hamza El Moutoua Wakil, qui vont répondre à vos questions pendant une vingtaine de minutes. Bienvenue, coach. Merci. Et bienvenue, capitaine. Et la première question que je vais leur poser, c'est de savoir quel état d'esprit vous anime-t-il aujourd'hui à quelques 24 heures du match qui va opposer la sélection du Maroc à celle de l'Afrique du Sud. Quel est votre état d'esprit actuellement? L'état d'esprit d'un formateur, ben, on a une génération qui travaille depuis bientôt 2 ans et cette compétition rentre dans le cadre de leur formation. C'est une compétition continentale majeure. C'est très important pour cette tranche d'âge et bien sûr avec l'ambition toujours de réaliser des résultats, d'aller le plus loin possible pour faire profiter justement aux joueurs de jouer un maximum de matchs et si Dieu le veut bien sûr décrocher un billet pour la Coupe du Monde et leur donner encore une chance de jouer à un niveau encore plus supérieur. Merci et la même question à Hamza également. Pour moi, c'est idéal comme compétition. L'arabe, déjà. السلام عليكم. هو الطموح ديالنا هو نلعبوش 3 ماتشات ونمشيو نكونوا من 4 المنتخبات اللي يتأهلوا لكأس العالم ان شاء الله. اوكي ميرسي بوكو. عبد المحاطير في كوتشك اصبح متعود على الجزائر مناسبات عديده كنت هنا في الجزائر. كوتش سؤالي الاول هو كيف تشوف المغرب حظوظه في هذه المجموعه بتواجد كل من نيجيريا سود افريقيا ولا زامبيا؟ سؤالي الثاني هل المغرب تأثر بالإجراءات الأخيرة اللي قام بها الكاف بخصوص اللاعبين بخصوص الفحص الطبي؟ هل تغيرت التشكيلة أو بقات غير التشكيلة هي كاملة بالنسبة للمنتخب المغربي؟ شكرا. أول شيء يعني كأس إفريقيا تجمع 12 أحسن 12 منتخب على مستوى القارة، فأكيد أن الصعوبة موجودة. تأكيد أن الصعوبة موجودة، المنتخبات كلها قوية، وكما قلت في أول تأهل كأس العالم يمر عبر التفوق على أحسن المنتخبات، كل جمعات قوية سواء الأولى ولا الثانية والثالثة، احنا مطالبين أنه في يوم المباريات نكونوا في أحسن استعداد ونؤدي مباريات كبيرة ونستحقوا يعني البيئة ديال تأهل كأس العالم، لأنه ما كاينش مجموعة سهلة إلا تتشوف يعني كل مجموعة على الأقل فيها 2 ولا 3 المنتخبات اللي هي قوية، فغنحاول ناخذ مباراة بمباراة نشوفوا الحسابات ديال المجموعة، علما أنه النظام ديال المجموعة تأهل منتخبين مباشرين وأحسن تواليت، فلذلك سنظن أن حظوظ وافرة شريطة أنه نكونوا في المستوى يعني في يوم المباراة إن شاء الله. طبعا بالنسبه للوصول ديالنا كان وصول مثالي لانه الحمد لله يعني الرحله ماشي طويله، يعني الرحله صغيره جدا والاجراءات ديال لاكاف يعني هي اجراءات عاديه مرت بسلاسه، ما عندناش تاثير الحمد لله من الناحيه الطبيه من ناحيه الفحوصات، الامور جامعه لانه يعني نأديو مباريات جيده وتبقى طبعا النتيجه في علم الغيب وعند الله سبحانه وتعالى. Merci. Au suivant.
صباح الخير على تشرف النوز. سؤال وجهة للمدرب حسن الشيء. أنا نجتمع المنشآت الرياضية هنا في قصر الدين، كيف زرتها؟ قبل خاصة ملعب التدريب والمركز الرئيسي الذي يحتضن المبادرة الافتتاحية. وقدمتم كان قبل يومين، هذا اللي أطاش عليك وجاب تحضير يعني للمنافسة، مع أن المغرب الهدف تاعه هو يكون مع ربع الأوائل وهي كسبها. وشكرا. طبعا أكيد يعني من خلال الوقت القصير اللي قضيناه الان، يعني قضينا فكره على الملعب الرئيسي، يعني ملعب في مستوى جيد على مستوى الارضيه، وهذا مهم لهذه الفئه السنيه من الناحيه الفنيه انهم يقدروا يعني يعبروا على امكانياتهم سواء المنتخب ديالنا ولا سائر المنتخبات. طبعا بالنسبه للرحله هي رحله كانت قصيره جدا، ديال ساعه و50 دقيقه، ما عندهاش تاثير يعني تتشبه اي تنقل ديال اي نادي على الحافله. جينا 48 ساعه قبل اللي هي فترة كافية جدا، حكم انه الاستعدادات كلها قمنا بها في المغرب، وهنايا فقط الترتيبات الاخيرة ومحاولة الاستشفاء باش نكونوا جيدين ان شاء الله من الناحية البدنية غدا ان شاء الله. وي derrière. السلام عليكم كوتش مصطفى بغرارة على 24 نيوز. كوتش، المنتخب المغربي هل وضع اهداف او سطر اهداف مسبقا قبل المجيء هنا القسنطينة؟ نريد ان نعرف ما هي الاهداف التي وضعها المنتخب المغربي للبطولة. الهدف الاول كما قلت في الاجابه الاولى هي الحصول على وحده من البطاقات المؤهله لكاس العالم، هذا هو الطموح الاول. وفيما بعد التعامل مع البطولة على حسب يعني الظروف ديالها، ولكن الفكرة أنه اللاعبين يكونوا في مستويات جيدة في ثلاث مباريات ونتعاملوا فيما بعد مع كل مباراة على حدة، ولكن سقف الطموح يعني عالي. هذه مجموعة اللي شاركت في جوج ديال البطولات ديال شمال إفريقيا وبطولة عربية، دائما وصلوا للمراحل النهائية، تقريبا النهائيات في كل البطولات. واكيد ان الطموح ديالهم كلاعبين ايضا انه يلعبوا اكبر عدد من المباريات في هذه البطوله، ماشي ثلاثه مباريات فقط. وكما قلنا هذا داخل في البروسيسوس ديال التكوين ديالهم، ولكن الطموح ديال النتائج ولا يعني ولا فارض نفسه حتى في هذه الفئات السنيه. وي او سيفان. وي مسيو. صباح الخير كوتش، مرحبا بكم مرة أخرى في بعد تواجدكم لعديد المرات، آخرها في كأس العرب في معسكر. اليوم أنتم في قسنطينة بعد ربما ماراثون من الشكوك، اليوم أنتم في الجزائر، هل من الممكن أنه ما حصل في الأيام القليلة الماضية من شكوك في تواجدكم أو غير تواجدكم في هذه المنافسة ممكن أن يؤثر على تركيز هذا المنتخب في هذه المجموعة التي تعتبر من أقوى المجموعات في كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة؟ لا كان التركيز ديالنا في الاستعدادات، وكانوا مجموعة معزولة عن أي شيء، يعني إحنا عندنا مشاركة رياضية كروية ومستعدين إن شاء الله للبطولة. السلام عليكم كوتش، ما تكلمناش على المنافسين جنوب افريقيا، هل عندكم فكره عليه وتابعتوها على الكتاب وكيف تشوف مستوى هذا المنافس الاول بالنسبه للمغرب؟ اكيد منتخب جنوب افريقيا منتخب محترم، يعني منتخب عنده الماتوريتي يعني نضج، يعني فايت المرحله السنيه على مستوى التنظيمي، كان جيد جدا في مرحله التصفيات على مستوى المنطقه ديالو، عنده اكتساح للمجموعه، عنده لاعبين يعني مكونين على اسس جيده جدا سواء في جنوب افريقيا او في الخارج، عنده لاعبين من الناحيه المهاريه جيدين جدا، مهاجم تلعب في الفريق الاول ديال فريق ماميلو سانداونز، هي الفرديه يعني لاعبين جيدين سواء اللي مكونين في جنوب افريقيا او في دول خصوصا دول البريطانيه، لاعب مهاجم يعني تيلعب في الفريق الاول ديال ماميلو سانداونز، فمنتخب تيستحق الاحترام، تيستحق مننا اننا نكونوا مستعدين اننا نعطيو القيمه ديالو على مستوى التحضير، ولكن بدون مركبات نقص تتبقى الحدود
يعني متساويه للمنتخبات يعني في ثلاثه المجموعات وما غتكونش مباريات سهله على اي منتخب. Oui, il y en a. Oui, devant. Vous voulez vous donner le micro, s'il vous plaît. انتم كلاعبين راكم واعيين بالمسؤوليه اللي ملقاه عليكم، خاصه مجموعتكم تعتبر من اصعب المجموعات في هذه الدوره. والحمد لله الدراري كيبريباريو من شحال هذه ماشي يلاه تجمعنا، والحمد لله عندنا جروب سودي ومساجمين الحمد لله، وملي كنكونوا انصومبل كلشي كيتحقق ان شاء الله. كنطمعوا باش نتاهلوا لنهائي كاس العالم. تكون هذا مجموعة قسنطينة هي أصعب مجموعة في البطولة الأفريقية اللي قدمنا شيء كما سمعت خاصة نيجيريا بدرجة أقل من زامبيا. أنا ما شفتش توجد صعوبة كبيرة في تجاوز هذه المرحلة الأولى فقط. يعني اظن المنتخب المغربي سيجد صعوبه كبيره بالتاهل للدور. هذا علم الغيب، انا اللي نقدر ناكد لك اننا غنكونوا مستعدين بشكل جيد، اننا ما عندناش مركبات نقص امام اي منتخب، وعلى مدار السنتين هذه المجموعه كان دائما عندها حظوظ في كل مباراه انها تفوز، من بعد في نهايه الصفيره عاد تنديروا لي كالكيل ولا لو كونستا، اما اننا نتوقعوا بان غنلقاو صعوبه ما تنحطوش الصعوبه قبل ما تحضر، نحضروا على انها صعبه ومن بعد درجات الصعوبه تتختلف من المباراه الاخرى. بالنسبه للمسير كوتش، بعد الحديث عن الامور الفنيه وحضور المنتخب المغربي في قطر بأحد بطاقات مؤهله لكاس العالم، ماذا عن الظروف اللوجستيه؟ كيف وجدتم استقبالنا في القسنطينه؟ ظروف الاقامه وما شابه ذلك؟ شكرا كوتش. صراحه يعني منذ الوصول ديالنا الاستقبال في مستوى عالي، الترحاب يعني شيء اللي ما فاجئناش، هذا هو المضمون يعني في العلاقات بين الشعبين الشقيقين، وظروف ايضا اللوجستيكيه على مستوى البنيه التحتيه الحمد لله، لا ملعب التدريب ولا الإقامة الفندقية ولا الملعب اللي شاهدته منذ لحظات ديال المباريات يعني في مستوى جيد، وحنا كمجموعة ما عندناش أعذار أننا ما نكونوش في المستوى في المباريات، يعني كل المسؤولية علينا حنا من ناحية الفنية. وي سون ميزابي كوتش، سؤال آخر ربما مرتبط بالمنتخب الاول اللي حقق مؤخرا المرتبه الرابعه في كاس العالم، هل هذا ممكن انه يعطي نحن نعلم انه دائما مع التالق المنتخبات الاولى تكون فيها تحسن في منتخبات فئات الشبانيه، هل ممكن انه هذه النتائج تعطي دفعه معنويه ودفعه ربما او ضغط اخر للاعبين لتحقيق مستويات احسن ولتحقيق احسن النتائج؟ شكرا. نظن خويا انه انجاز اللي حقق المنتخب الوطني المغربي في كاس افريقيا يعني ماشي بالنسبه للمغاربه فقط ولي جون ماروكان، بالنسبه لي جون زغاب وميزيمون جينيرال، يعني كسر هذاك العقده ديال كاس العالم وديال الادوار اللي حنا تنوقفوا فيها. تنظن انه الانسان العربي ولو جون عرب اليوم مابقاش عنده ان كومبلكس دافيريتي من الناحيه الرياضيه على الاقل، واكيد انه من تحقق المنتخب الاول ديالك انجاز بهذا الشكل سقف الطموحات ترتفع وتتولي مطالب على انه تكون في قيمه ذاك الانجاز، ولكن خصنا نعطيو لو طون لو طون، هادو شبان ضغوطات خصها تكون محسوبه عليهم، هما في طور التكوين ولكن لا كومبوزونت ديال لو ريزولتا ولا العامل ديال تحقيق النتائج خصو يبدا يدخل في هذه المرحله السنيه ديال 16 17 سنه باش في 2021 نحصلوا على لاعبين كومبيتيتيف يعرفوا يتعاملوا مع المناسبات الكبيره بدون مركبات نقص، ولكن الاعداد والتحضير ديالهم هي مسؤوليه ديال الاجهزه الفنيه كما كان الحال بالنسبه للتاطير الممتاز ديال المجموعه ديالنا في كاس افريقيا بالجهاز الوطني المغربي.
Oui, devant. D'abord. You've talked about, I think I really understand you said you've talked about the motivation for the senior team has given you. Probably, I'm just interested, has any of the big players been in touch probably with you or players? I'm just trying to keep the motivation ahead of the game. And just how much of a boost is it for you to come into this tournament, knowing that your senior team did very well at the last one? Yeah. Sure. It's such achievement in a big competition as the World Cup is very inspiring for us, you know. And we know that the people are expecting more from this this national team. And we already received a visit from a quite surprise from the Walid Regragui national team one day before leaving Morocco. And he find always the right words to motivate the group, and his visit was a source of good vibes from the Moroccan players, and we hope to be good as the first team, and to realize what they have done in the World Cup. Yes. Next. Yes, gentlemen. سؤال اخير على كوتش تكلمنا من قبل على الاجراءات التربيه اللي اتخذتها الكاف، تشوف انه في صالح المنتخبات العربيه التي عادت من قبل بخصوص لاعبين الكبار السن وهم كانوا يواجهوا ربما لاعبين اكبر منهم سنا، تشوف بانه هذا الاجراء اللي اخذته الكاف بالفيرست في صالح المنتخبات العربيه خاصه؟ اكيد انت ملم يعني ب تاريخ ديال المسابقه على مستوى الفئه السنيه والتاريخ ديال الابطال وديال لي فيناليست تيعطي بانه كان تواجد محتشم ديال المنتخبات ديال شمال افريقيا في المربع الاخير، كان عندها تفسيرات من هذا النوع، واكيد انه اجراء من هذا النوع غي يحاول يعطي نيغاليتي دو شونس انه يكون يعني العامل ديال السن محترم، وهذا اكيد غيزيد من الحظوظ ديالنا دول شمال افريقيا انه تحاول انها توصل ادوار متقدمه ان شاء الله، ولما لا يعني نفوزوا بكاس افريقيا واحد من المنتخبات ديال شمال افريقيا، علما انه ربما عندنا بطل واحد هو مصر ربما في 97 على ما اظن، فبطل واحد من شمال افريقيا في هذا العدد الكبير ديال الدورات هو عدد قليل. نتمنى ان هذا الاجراء الطبي غيكون عامل مساعد ولكن ماشي كافي، حنا خصنا نعطيو كما قلنا العنايه لهذا هاد الفئات السنية أنه لا بريزون شارج ديالهم تخاد بشكل وقت مبكر جدا، نحاولوا نصغروا هذوك الفوارق البدنية اللي بيننا وبين دول جنوب الصحراء، ونحاولوا أننا نلقاو دي ستيل دو جو اللي يتوافقوا مع المنافسات الإفريقية يعني. شكرا.